بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سوف نريكم تجربة تفاعل بوتاسيوم ثيوسيانيد أو أمونيوم ثيوسيانيد، ثيوسيانات الأمونيوم أو ثيوسيانات البوتاسيوم، يرمز لثيوسيانات البوتاسيوم KCNS، بوتاسيوم سيانايد وكبريت. طبعا بوتاسيوم ثيوسيانيد غير سام جدا، يعني مو سام نهائيا، لأن في كبريت يعني تغير المادة، يعني خلص يعني ثيوسيانات، يعني مادة لا تخافون مادة غير ضارة. ونجيب مادة الفيركلورايد ايرون 3 كلورايد في اي سي ال 3، نحط 20 ملي ماي في بوتاسيوم ثيوسيانيد كي سي ان اس. نلاحظ ان التفاعل ماص للحرارة واعطى برودة جميلة. نحط المادتين نخلطهم او نسوي ميكس تو سوليوشنز، سوليوشن ار ايرون كلورايد، سوليوشن ار بوتاسيوم ثيوسيانيد. نلاحظ تكون لون احمر، لكن يبين عندكم من اللون اسود ما السواد، يعني احمر دارك ريد كلر، يعني احمر قوي او احمر داخلي. هو بالاساس لون احمر، انا سوف اوضح لكم، يمكن يكون لون اسود يمكن يكون لون احمر، لكن بالفعل هو اللون احمر. يمكن عمل هنا افلام مسلية، افلام مزيفة، افلام روك، دم مزيف، هذا يستخدم في صناعة الافلام الرعب والافلام التي بها قتل او جرائم قتل من هذا القبيل. نلاحظ ذوبانه بالماء الساخن، ومع السلامة.